احتفلت دار الضيافة للمسنين بالأعياد الوطنية وقرب عيد الأضحى المبارك السبت، حيث اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الترفيهية وتوزيع الهدايا التذكارية على المسنين. لابد أن نتقدم بالشكر الجزير لكادر دار المسنين على تنظيم هذه الفعالية الرائعة، لنشارك ضيوف ومنتفعي الدار هذه المناسبات الوطنية وهم جزء منا وأسرتنا الكبيرة. كذلك لابد أن نشرك ونشكر مبادرة وطن وفريق الدراجات وكل المساهمين الذين ساهموا في إنجاح هذه الفعالية، ونرحب بالضيوف الكرام وخصوصاً رائدة العمل الإنساني والعمل التطوعي السيدة هيفاء البشير، كل الشكر والاحترام. يعني جميل جداً أن نكون في هذا الصباح ونشارك في هذه المناسبة، وإن شاء الله أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. كمان كل عام وأنتم بخير. لقد تابعنا في مديرية التنمية الاجتماعية شرق عمان احتفالات الوطن وما قامت به جمعيات شرق عمان من احتفالات ونشاطات عبرت عن حرص مؤسسات المجتمع المدني على القيام بواجباتها من أجل الوطن والقيادة، من أجل الوطن والقيادة الهاشمية. وأنني هنا باسمي وباسم مدير تنمية شرق عمان الأستاذ يعقوب الجوادة إذ نثمن عاليا ما قمتم به، ونشد على أيديكم لتقديم المزيد خدمة للوطن والمواطن. ونحن معا نسطر معانا الخدمة المجتمعية المتكاملة، وأننا نطمح إلى مزيد من العطاء وبذل الجهود لنكون منارة على مستوى الوطن في خدماتنا وطلعاتنا. حقيقة هو التشابك بين المجتمع المحلي وبين الدوائر الرسمية وبين القطاع الخاص والقطاع العام هو الشيء الجميل لهذه الفئة. نحن حقيقة نكون صاغرين مهما قدمنا ومهما عملنا في الجهد الذي تبذله هذه الدار بموظفينها وبإدارتها وبإشرافها على جعل هؤلاء الفئة مش محرومة من الحنان، مش محرورة من العطف، مش محرورة من كل التزاماتها الصحية والتزاماتها الغذائية. معكم عهد درويش مؤسس مبادرة وطن. الحمد لله رب العالمين، تم اليوم تحت رعاية عطوفة مصرف الأول باسم الدكتور صقر الدروع وبدعم من سعادة الأستاذ ظهر عمرو أبو عصام إقامة حفل في دار المسنين بمناسبة أعياد وطني وبمناسبة حفل زفاف سمو الأمير حسين. الحمد لله رب العالمين إنه قدرنا نخلق البسمة ونصنع البسمة على قلوب المسنين. واشكركم جميعا واشكركم من حضر هذا الحفل، ومستمرين احنا في مبادره وطن في مبادراتنا المجتمعيه والاجتماعيه والخيريه. وشكرا لقناه الحقيقه. وطننا الاردني بقيادته الهاشميه يحتفل على مدار السنين احتفالات لها قيمتها واهميتها ونوعيتها، فمن زفاف سمو ولي العهد إلى ذكرى الاستقلال وإلى ذكرى تأسيس الدولة، ذكرى تعريب الجيش والثورة العربية الكبرى، كل هذه مناسبات وطنية نفتخر بها ونعلو رايتنا. ويكفينا فخرا أننا أردنيون أو أرادنا ورايتنا هاشمية على مدار العهد والسرور. وشكرا وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا. المديرة السابقة لديار الضيافة للمسنين هيفاء البشير أكدت على أهمية هذه الاحتفالات في دار المسنين بالمناسبات الوطنية باعتبارها فرصة لزيادة التواصل الاجتماعي بينهم، ومن المهم أن يشارك المسنون في النشاطات والفعاليات معا. فرحة حقيقية بين المؤدين بالعمل وبين المستفيدين من الكبار السن، ستبقى في قلوبنا على مدى الدهر لأنها مشاركة حقيقية من مختلف شرائح هذا المجتمع. نشكر سيد البلاد، نشكر الأنشطة المختلفة الترفيهية والفنية والشعراء والكتاب والفرق الفنية اللي تؤدي من قلبها في هذه المناسبة، لأنها تشكل مجموعة مناسبات غالية على قلوب الأردنيين. كل عام والجميع بخير، كل عام وطننا بخير، كل عام والشعب الأردني بخير. طبعا حيكون احنا تحت حماية جلالته، هو قدوتنا. لما نعطي الفرح
للمنتفعين. لما حكى الإنسان أغلى ما نملك، فكل منتفع ومنتفع عندي في دار الضيافة هو إنسان يعيش بكرامة كما عهدناها من العائلة الهاشمية وتربينا على هذا الأسلوب. فهم حبيأخذوا منا رعاية صحية جسدية نفسية اجتماعية ترفيهية، وإحنا كنا المنتفعين حبوا يشاركوا الوطن بهذا الاحتفال. وكل عام أنتم بخير ودام وطننا بخير. يعيش المسنون في دور الرعاية بعيدا عن المجتمع وعن أحبائهم، وقد يشعرون بالانفصال عن الأحداث والمناسبات الوطنية. ومع ذلك تعد المناسبات الوطنية فرصة لإعادة إحياء الروح الوطنية في قلوبهم وتعزيز الانتماء والاندماج الاجتماعي.